اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة الطعمية أو الفلافل دي المسميات بتاعتها تكاليفها ومكوناتها بسيطة جدا، ولكن أكلة الطعمية وإحنا عارفينها والفلافل من الأكلات الموثقة ومدرجة ضمن الأغذية الشعبية المصرية، ومعروفة أن هي مصرية حتى لو أكلناها في الصين يقولك الطعمية المصرية. مكوناتها فول مدشوش ومعانا الكزبرة ومعانا الخضرة، ولكن في حاجة غريبة، الطعمية لو من غير الكرات ما تبقاش طعمية. كرات المصري ده مخرجنا الجميل، لو من غير الكرات ما تبقاش طعمية، يعني تحط كزبرة، تحط شبت، تحط بقدونس، من غير الكرات ما بقتش طعمية. هنعملها النهاردة البرجر، هنعملها برجر النهاردة علشان إخواننا النباتيين اللي مش بيحبوا لا الفراخ ولا اللحم، هنعملها بشكل جديد. يعني معانا بتنجان النهاردة، هنعمله محشي باللحمة والجبنة. فكرته إيه؟ إن إحنا البتنجان ده بيتعمل مسقعة وبيتعمل بابا غنوج وبيتعمل متبل. هنعمله النهاردة بفكرة جديدة سريعة، نقدر نعمله زي البيتزا مع زيتون مع جبنة مع لحمة. هنشوف إن نعمله إزاي بطريقة بسيطة وسهلة. ولكن طبعا مهم جدا وان احنا شغالين، الاطفال بيحبوا البطاطس، واخواننا بتوع الطعميه اللي بيقلوا طعميه قبل ما بيقلوا الطعميه دايما بيحمر بتنجان، بيحمر فلفل، بيحمر بطاطس. انا حابب اعمل النهارده طبق بطاطس مشويه بالتوابل وبالاعشاب، هنشوف نعملها مع بعض ازاي برضو بطريقه سهله وبسيطه. والبطاطس يعني نشويات وكربوهيدرات ومفيده جدا، وفي نعمه كبيره ربنا انعم علينا فيها في البطاطس، النشويات اللي فيها بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم. فخلونا نشوف ايه الافكار النهارده، بتكلفه قليله جدا نقدر نعمل افكار جديده وبسيطه وسهله. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. البطاطس متعددة الاستخدامات، بطاطس يعني كل العالم ما يقدرش يستغنى عنها، ولكن تعالوا نعملها النهارده مشوية بطريقة بسيطة وسهلة، بما ان احنا بنعمل طعمية، والطعمية طبعا زي ما حضراتكم عارفين بتتطلب شوية بتنجان مقلي، شوية بطاطس مشوية مقلية، تبقى التوابع بتاعتها. المقادير على الشاشة، بطاطس والأعشاب، البهارات الجميلة الحلوة، هنعملها بزيت زيتون بطريقة سهلة وبسيطة. هنمسك البطاطس الأول نقطعها مكعبات بالشكل ده كده، وأهم حاجة لما مالها؟ أي لما نيجي إن إحنا البطاطس دي نشتغل فيها يفضل إنك تغسليها وتحطيها في مية عشان طبعًا لونها ما يسودش منك، وفي نفس الوقت كمان تحافظي عليها. بس أنصحك طبعًا ما تحطيش ملح معاها خالص، عشان الملح بيعمل إيه يا عم الشيف؟ بيهريها. حلو الكلام؟ يعني في حالة تخزين البطاطس في مية حذاري انك تحط ملح، ويفضل انك تحطها في التلاجة بالشكل ده كده اهو. لازم تقطعها كمان بسكينة حامية، بقطعها انا مكعبات بالشكل ده كده. البطاطس من الحاجات اللي احنا لما بنروح على اي محل او اي مطعم بنشتري بيقول لك عايز بطاطس مقلية، بطاطس مشوية، أعتقد بتبقى فيه مجمدات في البطاطس، أنا مش بحبها ولا ضدها. يفضل إنك أنت تعمل البطاطس في البيت، بالشكل ده كده. حلو؟ ولكن أنا شخصياً كمان بحب البطاطس المشوية أفضل من المقلية، على الأقل ما بيبقاش فيها زيت كتير. كمية بطاطس حلوة هي زي الفل. يعني نشويات، يعني كربوهيدرات مفيدة جدا، والأطفال ما يستغنوش عنها ولا الكبار كمان يستغنوا عنها. دايما بتبقى توابع لبرجر بناكل، فراخ بناكل، مشويات، مقليات، البطاطس دايما معانا. تعالوا شوفوا هنعملها ازاي ونتبلها مع بعض. زي ما هي معانا كده بنحط عليها معلقة فلفلة حلوة. الله، شوية ثوم مفرومين ناعم. غذيها بقى، كل ما تحط عليها حاجة كل ما بتزيد من القيمة الغذائية بتاعتها، كل ما تزوديها من التوابل أو البهارات بتزودي من القيمة الغذائية بتاعتها. شوية بابريكا حلوين، شوية كزبرة ناشفة، شوية كركم كده. أعتقد إن البطاطس خدت الطعم.
ولكن ما تستغناش عن الزعتر يا عم الشيف. دايما الزعتر بيجاور البطاطس. فلفل اسود، الملح بتاعنا، وهناخد الخلطه دي كلها او نقلبها مع بعضيها. ولكن معانا مشكله. ايه يا عم الشيف؟ دايما لما بنيجي نعمل نوع البطاطس ده الخلطه بتسيب من البطاطس، فازاي نثبتها؟ هو ده الكلام بقى، هي دي التركايه. ننزل بزيت زيتون كده عليها، وانا عايز التوابل تمسك في البطاطس. حذري انا هعمل ايه دلوقتي. حلو الكلام، نقلب ده كده مع بعضه اهو. لو انت دخلتها الفرن تشويها بالشكل ده كده هتلاقي التوابل او الثوم او البهارات ثابت من البطاطس. فنعمل ايه يا عم الشيف؟ معلقه دقيق صغيره بتحطيها بتغلف البطاطس دي كده، في حاله لما تشويها بتخليها كريسبي، وفي نفس الوقت كمان بتثبت التتبيله على السطح الخارجي للبطاطس. معلقه دقيق زي دي كده بسيطه خالص صغيره. دي كفايه قوي عشان ما تعجنش منك. بنقلبها كده. شفت الفكره الصغيره دي؟ اهي عندنا الطاسه على النار سخنه او صينيه بتاعه الفرن. نعم يا غالي. لا ما تتقليش في الزيت كده، دي لازم تخش الفرن. لو احنا حابين نعملها بنفس التوابل دي بنقليها في الزيت الاول، تطلع من الزيت وهي سخنه تخش عليها التوابل دي. ولكن دي تسمى بطاطا حارة في المطبخ اللبناني أو الشامي. بطاطا حارة يعني البطاطس الحارة. اخوانا اللبنانيين بيسموا البطاطس بطاطا عشان ما ناخدهاش على هي البطاطا الحلوة. شفت الخلطة دي؟ عاملة زي الشيش طاووق. هناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف في قلب الطاسة دي. اللهم صل على النبي. يلا بينا، يلا بينا نفرتها كده وهندخلها الفرن في درجة حرارة 180. عشان كده أنا بدأت بيها على ما تستوي معانا نكون جهزنا بقية الإيه؟ المنيو بتاعنا زي ما هي كده في الفرن. يلا بينا على الفرن. أهم حاجة التتبيلة اللي أنا حطيتها مع حضراتكم، ضفت معلقه دقيق صغيره. معلقه الدقيق دي بمثابه تثبيت التوابل او الخلطه اللي انا حطيتها على البطاطس. هاخدها زي ما هي كده واشوف اخبار الفرن معانا ايه. حلو الكلام، انا عايزه كده بالظبط في درجه الحراره 180. وندخل البطاطس دي معانا. يلا مع السلامه. الله، هو ده الكلام. بص عليها، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اهي سامعين الصوت ده؟ لازم الطاسة تكون سخنة معانا، وأنا زي ما حطيتها على عين البوتاجاز قبل التقديم. تعالوا مع بعض نعمل الطعمية أو الفلافل. بيسألوني على السوشيال ميديا يا مغازي إيه الفرق بين الطعمية والفلافل؟ الطعمية عارفينها طبعًا اللي هي بتتعمل بالفول المدشوش والخضرة، ودي طعمية مصرية في أي مكان ومن الأكلات المرسقة ومدرجة ضمن موسوعة الأغذية الشعبية المصرية. مقاديرها على الشاشة. فول مدشوش معانا، شوفان طبعا الشوفان ده علشان هنعمل برجر، معانا الخضره بتاعه طعميه، ومعانا شويه السمسم وزيت للتحمير. البهارات بتاعتنا كزبره، وزي ما حضراتكم شايفين على الشاشه من الاكلات الجميله اللي في اي مكان في العالم نقول دي طعميه مصريه بالفول المدشوش من خير ارضنا. ولكن الفلافل ايه هي يا عم الشيف؟ هي حمص بيتغسل ويتنعمن بالليل لمدة 12 ساعة، ممنوع سلقه، ويتفرب ويتحط له كزبرة ناشفة وتوم. ده الفرق بين الاتنين. إذا الفرق بين الطعمية والفلافل، الطعمية بتتعمل بالفول المدشوش، أما الفلافل السورية أو الشامية بتتعمل بالحمص الشام. تعالوا نبدأ نشتغل فيها مع بعض لأن دي عايزة شوية شغل، فعشان كده سبتها على الروقان. الفول قبل استخدامه معانا مخرجنا الجميل ده، بتجيبيه طبعا من السوبر ماركت وبتنقيه كويس، وبتضمن ان هو مش تاريخ الصلاحيه بتاعته كويسه، وان الحبايه او الفول مش متاثر، يعني ما فيهوش اخرام من الاخر او ما فيهوش حشرات. احنا نتكلم عشان الحاجات دي احنا بنشوفها في الاكياس. بص على الكيس قبل ما تخدمنا على الرف. الفول وانت بتشتريه من السوبر ماركت مهم جدا تبصي على حبايه الفول،
تلاقيها سليمه وزي الفل، بتاخديه بتغسليه مره واتنين وتلاته، بعد كده بتنقعيه في ميه من بالليل يا اختي. مستعجله خلي الميه دافيه، هياخد منك ست ساعات سبع ساعات، او مش او انك انت تخليه من بالليل لغايه الصبح. بتبداي تنزليه على المفرمه، بتنزليه على المفرمه مع توم مع كزبره مع بقدونس مع شويه شبت، ولكن الكرات مهم جدا. احنا معانا المرحله الثانيه من الفول اهو بالشكل ده كده، ده الفول اللي هو بعد ما اتغسل واتنعم بالليل جاهز معانا زي الفل. نبص عليه اهو، ده دي الطريقه. اول ما بتلاقيه بقى داب كده بيبقى معانا بالشكل ده كده اهو. حلو، نحط عليه الخضره وتقدري تنزليه في المفرمه او تعمليه في الكب واحنا شغالين مع بعض. بنجيب كسرولة ازاز كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي؟ انا بعشق الطعميه دي على فكره، وساعات لما احط لها بصله مقرمشه ومتكرمله بتبقى لطيفه وجميله. شويه الفول دول حلوين، بنخليهم هنا كده، بنحط عليهم الخضره بتاعتنا، تحطي بصلايه ناعمه زي دي كده. طبعا انت اشطر مني في عمل الطعميه، كل ست بيت مصريه عندها مهاره في عمل الطعميه بالشكل ده كده. معانا كرات بالشكل ده كده اهو، هناخد الكرات ده نسقطه على الخضره. الطعميه من غير كرات مش طعميه، يتيمه. فول مدشوش معانا الخضره اللي هي الكرات والكزبره والبقدونس والشبت والثوم والبصل والبهارات تمام. لو انا هعملها برجر بستخدم الخبز البرجر معانا، لو انا هعملها في سندوتشات جايب ده وده عشان حضراتكم برضو ايه حابين تاكلوها كده، انا شخصيا بحبها في العيش الشامي ده كده. ولو صدقتوني بجد انا لما بروح اكلها في اسكندريه باكلها عند واحد مشهور هناك، بحبها اه والله العظيم. بحب الطعميه ساده، واجي فارك الطعميه في قلب اللقمه دي وعليها معلقه طحينه، وقلبك الصغير لا يتحمل. شفت انا باكلها ازاي؟ فلافل تكون سخنه، بفرك الفلافل في قلب الرغيف وبحط عليها معلقه طحينه، ما الطحينه سايله، الطحينه بتاعت الطعميه بتبقى طحينه سايله، وشكرا، من غير خضره ومن غير اي حاجه خالص. فاحنا نزلنا دلوقتي بالكرات ونزلنا بالفول وبالخضره بتاعتنا، بننزل بشويه ثوم. حلو الكلام، هننزل بشويه بهارات عليها. ايه بهارات الطعميه يا عم الشيف؟ كمون وكزبره وفلفل. وانصحك تحط الكمون يكون مطحون طازه، عشان الفول معانا مشاكل معاه مع الايه؟ مع القولون. ودايما لما نيجي ناكل الطعميه يقول لك والله انا مش عايز اكل، ليه يا عم؟ عندي مشكله مع القولون. تعمل لي انتفاخ. ربنا سبحانه وتعالى كبير، حط لنا الكمون اهوت، ده بيمنع الانتفاخ والغازات. شويه بابريكا حلوين زي الفل. دي التوابل بتاعه الطعميه، كل ده مع بعضه يا عم الشيف بينزل في المفرمه. ما عندكيش مفرمه في الكبه. اه. ما عندكيش لا مفرمه ولا كبه، تعملي ايه؟ تشتريها عجينه جاهزه. طب هتروحي تقليها في البيت. لو علقتها في النجفه مش هتقليها زي الراجل اللي بيحمر طعميه، لان انت ما عندكيش الزيت اللي هو بيحمر فيه. هتقولي له هو بيجيب زيت مختلف؟ لا بالعكس. هو الزيت نفس الزيت اللي بتحمري فيه يا ست الكل، بس الفرق بينك وبين الراجل ده حاجة واحدة، إيه هي؟ ده شغله طبعًا ولقمة عيشه، ولكن الراجل الطيب عشان يحمر الطعمية الحلوة اللي في إيدي دي مخرجنا الجميل ربنا يسعدك، بيجيب بتنجان، الله قرص الطعمية الحلو بالسمسم ده، بيجيب بتنجان وفلفل حار وبطاطس يحمرها في قلب الزيت، ده قبل ما يحمر الطعمية. بدأ هيحمر طعمية، بيجيب الفلفل الحار ويجيب البتنجان ويجيب كمان البطاطس، يبدأ يحمرها في الزيت. طبعا انت ممكن تعملي زيه، هتجيبي كل ده وتحمريه في الزيت قبل ما تحمري الطعمية، هتبقى الطعمية عندك زي الراجل اللي بيحمرها في الشارع. ده مهم جدا على فكرة. انا باكلها ازاي بقى؟ باخدها كده في الرغيف اهو، جعته ها، احطها كده اهو. اقرب حد ليا يا عم ملاح دلوقتي، حط عليها الطحينه السايله وشويه الطحينه السايلين وبالف هنا وشفا. ايه رايك في السندوتش ده مخرجنا؟ بس ده لازم معاه طعميه، معاه شويه طحينه سايله اه. ده بالنسبه للسندوتش الطعميه
اللي احنا ممكن نعمله. ولكن انا النهارده مش جاي اعمل العيش طعميه الجاهزه دي وجايبها معايا، لا انا عايز اعمل البرجر طعميه او الطعميه برجر او الجرين برجر بالطريقه اللطيفه الجميله للناس اللي عامله دايت. اعملها ازاي؟ طبعا تفاصيلها هنشوفها دلوقتي بعد ما نطلع الفاصل بتاعنا. بنضيف لها شويه شوفان وبتتعمل على شكل قرص كده جميل، وبعدين بنجيب العيش بتاع البرجر ابو سمسم الحلو ده كده، نحط معاه الخس، ونحط معاه الجرجير، ونحط معاه الطماطم، ونحط معاه الخيار المخلل، تحط كاتشب، تحط مستردة، ولكن يفضل انك تحط طحينة مع السندوتش ده، هيبقى لطيف وجميل مع الخس والطماطم. تسمحوا لنا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نشوف الجرين برجر ده، يسموه طبعا الاتيكيت، ولكن هي طعمية البرجر او البرجر طعمية. او هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل الجرين برجر او طعميه برجر. دي حاجات يعني بيسموها ايه، فرفشه للطعميه. الطعميه مش محدوده، انا شخصيا عملتها في احدى الحلقات، عملتها مافن طعميه، يعني خدت مقادير البيض مع الدقيق اللي هي مكونات البان كيك، وضفت عليها عجينه الطعميه ودخلتها في قوالب الكب كيك، بقت مافن الطعميه، وده حقوق الطبع لدينا وبس. برضه الجرين برجر اتعمل، ولكن تعالوا نشوف الشيف المغازي هيعمله بأني شكل. معانا الطعميه اللي كانت معانا من شويه فرمناها في الكبه عشان عدم الازعاج للكبه والخلاط. بعد بقى الشكل ده كده نزلنا عليها بشويه شوفان. الله، الشوفان عنده الياف فعاله تقدر ان هي تضيف للطعميه قيمه غذائيه عاليه جدا. زي الفل. هنقلبهم مع الطعميه. بنحط شوية بيكنج باودر، الشوفان، طب نضيفها، ماشي. طيب هنضيف المقادير، الشوفان شوية في المقادير، هنطلع بقى تاني عشان نشوفها مع بعض ونقلب دول كده. ماشي، توكلنا على الله. هنضيف الشوفان للطعمية كده بالشكل ده كده اهو. شوفان مع بيكنج باودر شويه. بيسالوني ليه حطيت البيكنج باودر، دي مهمه جدا. البيكنج باودر اضافته للشوفان بيخليه هش. شفت انا اول ما حطيت شويه الشوفان لعجينه الطعميه ادالها سماكه ازاي وادالها شخصيه؟ هي كده كده عندها الشخصيه يعني. معانا بالشكل ده كده. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. خضره، الجرين برجر النباتيين اللي مش بيحبوا الفراخ ولا اللحمه معانا بالشكل ده. اقول لك على فكره حلوه، ممكن تحطي بدل الشوفان شويه عدس. يا سلام، بقوليات في بقوليات، اللي هو الفول مع العدس. وجود البيكنج باودر تاني او البيكنج باودر بعد ما بعجن العجينه بيخليها هشه. بقت معايا بالشكل ده كده، بحط ايدي في شويه ميه الطبيعي عشان اعرف اعمل قرص حلو، واخدها كده. الله، ده البرجر القرص الجميل الحلو. نعم يا غالي، ممكن نشويه في الفرن وممكن يتقلي في الزيت، بس ايهما افضل ويبقى لطيف وجميل؟ ان احنا نقليه في الزيت. تاني نعمل شويه كمان مع بعض. نقدر نحط عليها سمسم، نحط عليها دقه اللي هي سمسم بشويه اعشاب وشويه بهارات، او سمسم بتاعنا عادي اللي بنعمله سمسميه، بس ما تجيبش المتحمص. السمسم نوعين عند الراجل بتاع العطاره، سمسم متحمص ده بيستخدم في بعض المشروبات، ولكن السمسم الني تستخدميه في ايه؟ في عمل البرجر ده كده، او في حاجات كتيرة يعني. قرص برجر لطيف وحلو، هتدوري على البروتين هتلاقي في الفول بروتين نباتي، هتدوري على القيمة الغذائية والألياف هتلاقي في الشوفان، هتدوري على خضرة مفيدة للقولون هتلاقي اهو. وأنا شغال كده واحدة واحدة. ده كده كام؟ اتنين، زي الفل، ربنا ايه مقسمها. شوية مية
استخدامك دايما للميه بيسلك لك العجينه في ايدك. اه وفكره حلوه، يا ماما انا مش باكل اللحمه، يا ماميتو انا مش باكل الفراخ، تبقى الطعميه ريحتها حلوه خاصه لما بتتحمر. نعمل قرص خامس كده في النص بالشكل ده كده، زي الفل، ونحطها هنا كده بس خلاص. شوف الصورة الحلوة دي، مخرجنا حبيب هارتي. معانا زيت شديد الحرارة، زيت شديد الحرارة ده لازم ما يكونش زيت نص ونص. ليه يا عم الشيف؟ عشان ما تشربش منك زيت. بناخدها هنا كده، الله، ونبدأ ان احنا نحط شوية توابل. عندنا السمسم، وقت التحمير بقى اهو بالشكل ده كده، شفت الجو ده كده اهو في قلب الزيت. حلو، والله مش عايزة السمسم، عايزة الدقة دي. ماشي، نحط منها زي ما انت عايزة اهو. فكرة حلوة عجبتك انا عارف، الرسالة وصلت. سمسم ممكن تحشيها على فكرة، تحشيها بسطرمة، تحشيها لحمة باردة، تحشيها بصلة متكرملة، زي ما انت عايزة. ننزل في الزيت، يلا بينا، يلا بينا. لا سمسم، انا واحد ده ولا ده؟ ده لا، ده سمسم دقة، وده برضو سمسم بس سمسم بدون تحمير. ده طعمية، ما هو ده، هو ده، ده هو ده. انت فينك انت؟ حلو اهو، هنحمر في قلب الزيت. انت فاطر طعمية النهاردة؟ طب ما تقول لي، طيب ده انا عامل لك طعمية. بص مخرجنا بيحب الطعمية اللي هي اللي انا بحبها، اللي هي تتقطع كده بشكل صغير زي رواية البلح وتتحط في قلب الزيت. انا بحبها كده بصراحه، بتبقى مقرمشه كلها من بره ومن جوه، بجد والله. حتى لما بعمل الطعميه في البيت بجيب العجينه واجخيتها بشكل تلقائي كده، بتبقى صغيره كده زي النوايا بتاعت البلح او عند حبيت المشمش الصغيره، بس بيبقى شكلها مكعبل في بعضيها، وانزلها في الزيت اجي اكلها الاقيها من جوه زي بره. انا بحبها كده. ايوه شفت، بص شفت القرص الطعميه ده كده، هو ده اهو، بص اهو ده البرجر اهو. حمرها في الزيت كده، بدأت تعوم في الزيت. خلي بالك الطعمية، إخواننا الصناعية والمعلمين والشيفية اللي ربنا يديهم الصحة اللي بيشتغلوا طبعا في موضوع الطعمية، اتعلمت منهم حاجة، مش عيب إن أنا أقول اتعلمت. ما أنا لو هعرف أعمل كل حاجة محدش هيشتغل حاجة، وربنا لما قسم الأرزاق وقسم الفكر والثقافة قسمها على كل البشر بالتساوي. لما بيجي يقلي الطعمية بيشهد سريع جدا، يعمل الطاسة ويقلبهاش، يسيبها كده ويقف جنبها كده يمخمخ، وفي الاخر تلاقيه ضارب بقى فيها المغرفه مقلبها مره واتنين. ليه تقلبتها كتير؟ لو قلبناها كتير وهي في قلب الزيت تفك منك. شفتوا بقى اتعلمت ايه؟ ليه ما قلبتهاش يا حاج يا سيد الناس يا سيد المعلمين؟ يقول لك تسيبها تاخد البصمه بتاعه الزيت، وفي الاخر نقلبها بالشكل الجميل. مش عايز اطول على حضراتكم، طعميه احنا شطار فيها، ومن الاكلات من ضمن الاكلات الموثقه ومن الشعبيه المصريه في اي مكان في العالم. الطعميه يعني مصر. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف ازاي نعمل البتنجان برضو بطريقه جديده. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وما زلنا في تحمير الطعميه، وعرفت الفرق بين الطعميه والفلافل عشان اخواننا اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا، ايه الفرق بين الاثنين؟ فرق شاسع طبعا. رقم واحد، الاثنين مدرسه البروتين النباتي، الفول بروتين نباتي والحمص بروتين نباتي، ولكن طريقه الاعداد والتنفيذ مختلفه. طعميه يعني مصريه، بتتعمل من الفول المدشوش والخضره اللي اساسها الكرات والكزبره والشبت والبقدونس والثوم والبصل، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون. حلو الكلام، وشويه سمسم حسب الرغبه. ده القرص بتاع الطعميه بتاعنا الجميل بالشكل ده كده.
زي الفل. بنجهز الزيت عشان عايزين نستخدمه برضو مرة تانية. أما الفلافل كلنا عارفينها فلافل سورية شامية، تتعمل من الحمص المغسول وتتنقع من بالليل الحمص، وبعد كده بيتفرم على المفرمة وينزل ياخد توم وكزبرة ناشفة، ويعني بعد التحمير أو قبل التحمير مباشرة البعض بيحط دبس الرمان، تبقى لطيفة وجميلة. أنا شخصيا بحبها بعد ما تتقلي يتحط عليها دبس رمان. أدي الفلافل بتاعتنا أو الطعمية، بناخدها هنا نخليها على جنب. تقدر تعملها برجر للأولاد، بس أنا مش عايز أشتغل في البرجر دلوقتي، خلونا أقطع شوية خضار كده حلوين، طماطم وبصل، خس عندك، كرات عندك حسب ما أنت حابة، خيار مخلل ماشي، تعملي شوية سندوتشات للأولاد وهي فكرة جديدة. ناخد البصل برضو، أنا بحب البصل كده قطع شرايح يبقى لطيف. نعم أوريها لسعادتك دلوقتي. بقول لي البطاطس، ادي البصل ده حلقات كده، طبعا لو في بصل أخضر يبقى لطيف برضو. بيجي وقت البصل الأخضر مع طبق الفول ده حكاية بالشكل ده كده. ممكن نحط خيار، أنا ممكن أحط كرات. نفتح الفرن نبص على حاجة حلوة كده في الفرن، إيه الأخبار؟ بص على الحلاوة دي، بص على الجمال ده، شوية بطاطس عجب أهي. هي جاهزة أهي، شوف البطاطس والحلاوة بتاعتها، هو ده الكلام. أنا طلعت البطاطس قبل ما أشتغل في البتنجان، دايما في إبهار طهوي وبيبقى فيه تركاية كده مش بنبخل بقى على حضراتكم. نتيجة الزيت اللي أنا حمرت فيه البطاطس ده والتوابل اللي أنا حمرت فيها البطاطس، باخدها دلوقتي وأضيفها للحمة المفرومة اللي أنا يا عم الشيف هحشي بيها البتنجان. شفتوا بقى الفكر ده كده؟ عندي شوية زيت، عندي شوية توابل حلوين. ناخد البطاطس دي نغرفها، وانا عايزك لما تبقى في المطبخ تبقى زي كده عندك فراسة الايه؟ الابداع. مكان تحمير البطاطس عايزه انا. ده الحلة دي ما تروحش على الحوض ولا تتغسل، خلي بالك. ثومة متحمرة، شوية زعتر فيها، شوية بهارات حلوين. البطاطس دي انا بحبها، وعلى فكرة مش شاربه زيت. حتى الطبق لون البطاطس لون فسفوري، يعني اللون الفسفوري من الالوان الفواتح الشهيه اللي هي بنت عم البرتقاني. الله، واعتقد ان البطاطس دي هي عدل الطعميه اللي انا عملتها دلوقتي. بقى فيه كربوهيدرات ونشويات. هناخد الطبق ده كده نحطه هنا كده، مخرجنا عايزه هنا، الف هنا وشفا للي ياكل. طيب ممكن جرنش كده معانا. الفكره كلها ان انا عايز الحله او الطاسه او الصينيه اللي انا عملت فيها البطاطس، واقول لحضراتكم دلوقتي ليه. طبق بقى شكله حلو. هناخد الصينيه دي كده يا عم الشيف، ونيجي للحمه المفرومه اللي انا معصجها سابقا، وانزل بقى هنا كده. الله، هي دي بقى الفكره. ونقلب اللحمه المفرومه مع التوابل دي كده، وتعالوا نعمل شويه بتنجان عجب. شفت بقى الفكر؟ هو ده. شفت اللحمه لمعت ازاي وزغليلت في عين ازاي؟ ده المطبخ. هسيب اللحمه دي كده هنا، واخد بعضي وامسك البتنجان ده اقطعه دلوقتي عشان ابدا احمره في الزيت. وحاجه جديده برضو، هي جو المسقعه بس بطريقه جديده. المقادير على الشاشه، بتنجان رومي بيكون ملحم حلو كده،
بناخد البتنجانية الحلوة دي يا عم الشيف، بنشيل دي كده. أهم حاجة إنك أنت بتكاليف قليلة وما يبقاش المطبخ بتاعك مكلف وفي متناول الجميع، تعملي أفكار جديدة. ده هدفنا، ده دورنا، إن أنا مش بوفر لك أو إن أنا بخيل في مشترياتي، لا، أنا دوري إن أنا أشجعك بأقل تكلفة ممكنة بتفاصيل صغيرة جدا، تعملي أشكال جديدة وطعم جديد لأولادك. هناخد البتنجان بالشكل ده كده يا عم الشيف أهو. بالقشرة. وناخده نحمره في قلب الزيت. الله. ونسيبه يتحمر. نفس القصة هنا. ممكن طريقة تانية. خليها نصين كده. وتيجي عليها كده. نفس الطريقة كده. هي الفكرة ايه يا عم الشيف؟ ان البتنجان ده بعد ما يتحمر، سواء اللي في الزيت سواء اللي معايا، بشيل قلب البتنجانية بيكون اتحمر، بتنجان المقلي. باخد قلب البتنجانية بفرمه على اللحمة المفرومة، او اهرسه باللحمة المفرومة، او اكسره بالسكينة على اللحمة المفرومة، واخد حشوة اللحمة المفرومة مع البتنجان ارجعه التاني لقلب البتنجانية، واحط على وشها شويه جبنه موزاريلا وادخلها الفرن. حاجه جديده بقت البتنجان محشي لحمه مفرومه وجبنه موزاريلا. سكه البيتزا وسكه الجراتان هيبقى لطيف وجميل، الاولاد هيحبوه. اللي مش بيحب المسقعه، هنخلي البتنجان هنا في قلب الزيت وتعالوا نعمل البرجر ساندوتش واحنا شغالين مع بعض. حلو الكلام؟ برضو دوري ان انا بتكاليف قليله بوصلك انك انت تعملي افكار جديده لاولادك واحفادك واسرتك. خلي البتنجان هنا، ربنا يقدرنا، ونحمره كمان. نجيب السندوتش بتاعنا، بنقطع كده. حلو. خبز اللي بالسمسم ده موجود عند اي بيكري او اي خباز او في اي سوبر ماركت، بيبقى محطوط في كاس بتجيبيه. والله هتقولي اعمله في البيت، اقول لك لا مش لازم، يعني عشان اعمل سندوتش برجر او اعمل برجر اقعد بقى اخبز عيش، لا، يعني في حاجات لما بنيجي نشتريها اسهل بكتير واوفر بكتير لما انا اعملها. الا اذا انا عندي حفله ومطلوب مني 50 60 لقمه، اقول لك اعمليهم مثلا هنا هتوفري. عشان نبقى واضحين مع بعض، هنحط هنا طماطم عندي، شويه كرات. يا سلام، كرات ده كان زمان مع الجبنه القديمه. حطه هنا كده. السندوتش ده جميل على فكره. الكرات المصري ده على فكره في اي مكان في الدنيا يقولك الكرات المصري. عملنا الطعميه في السعوديه الكرات المصري، عملنا المطبق في السعوديه لازم الكرات المصري، عملناه في اي دول عربيه الكرات، اسمه الكرات المصري. شفت المسمى؟ هنحط القرص ده كده، والقرص ده كده، والقرص ده كده، والقرص ده كده. الله. حلو. البتنجان انا عايز قلب البتنجانيه، القلب الابيض، مش عايز الاسود يا شفيق. شفت؟ سيف قلب الزيت. تمام. تعال نحط برضو طماطميه، طماطميه. الله. تحب البصل؟ حط بصل. دي طعميه، عشان اللي فتح التلفزيون دلوقتي وجاب القناه الاولى يقول لك الشيف المغازي بيعمل لنا برجر، ده كان عامله من كام يوم. لا، ده مش برجر، ده جرين برجر اللي هو الطعميه. دول شوية جزر كده حلوين، اختياري برضو. ممكن على فكرة تحطي طحينة زي ما انت عايز، بس هي الفكرة انا عايز اوصلها لك. يعني
طبق التقديم، شيل ده من هنا. حلو. لا ما انا هقول لك، حاضر حاضر. بص على البتنجان، ليا عين تانية انا في المطبخ، ليا عين تانية، ربنا يخلي لي العين التانية. اهو انا عايز البتنجان، لان هاخد قلب البتنجانية ده كده اخليه يشارك مع اللحمة المفرومة. زي الفل، تمام. هناخد البتنجان، هناخد البرجر ده كده. الله، ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، دي طعمية؟ والله طعمية. وادي العيش بتاعنا، خليها كده، ايه رأيك؟ حابب نخليها كده ولا نشيلها؟ زي ما انت عايز، قول لي. زي الفل. هنشيل ده من هنا ونوسع للبرجر، الجرين برجر. وفينا برضو عندنا سندوتشات طعمية بتاعت الحلوة اللي أنا بحبها، ونخلي ده هنا كده، ونشيل ده من هنا، وتعالوا مع بعض نشوف ايه قصة البتنجان اللي الشيف هيعمله ده. نعم، عينيا عايز اكل طعمية كده، ايه يا ازازة، خليها لك هنا يا غالي. انا برضو بحب كده، بس بحب لما يكون الطعمية كبيرة يعني ومعزوم عليها، باكل الطبقة الخارجية، خلي بالك. بحبش اللي جوه، بخليني في اللي ايه، في الطبقة الخارجية. الخضرة دي مش بحبها الا اذا انا حمرتها وعملتها ايه، صغيرة. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه في البتنجان بتاعنا الحلو ده كده. هنجيب صينية عشان وقتنا قرب يخلص، مع جبنة موزاريلا، يا مسهل الحال. هناخد الصينية كده. الله، الفكرة دي لازم تعملها لأولادك النهاردة وتخرجي من جو المسقعة. هناخد البتنجان ده كده، الله، ونجيب معلقة، حلو، أو سكينة صغيرة كده. هي الفكرة بسيطة، أنت أشطر مني وعرفت أنا هعمل إيه. أهو باخد قلب البتنجانية كده، بالشكل ده كده، وأنزلها مع اللحمة المفرومة. أهو حلوة أوي. حلو، ونفس القصة هنا، أو ممكن أدوس عليها كده وأوفر على نفسي مجهود، أهرسها كده أهو كده، شفت الحركة دي برضو، وأهرسها كده، وأجيب يا عم الشيف اللحمة المفرومة اللي عندي دي كده، أخد البتنجان ده كده. أنا بوصل لك الفكرة، وأعتقد إنك أنت هتعملها أحسن مني. قطعت البتنجان في قلبيها، وتنفع على فكرة مع الكوسة. وأخد اللحمة المفرومة دي كده احطها هنا برضو، هنا كده لحمه مفرومه مع بتنجان. ممكن تحط على فكره شويه شوفان لو انت عايز تعمل الموضوع بالشوفان، اهو تحط خضره. ادي البتنجان معاه لحمه مفرومه، وعندنا جبنه موزاريلا، حابة تحط جبنة شيدر أهلا وسهلا. الطايم بتاعنا طبعا محسوب، ممكن ندخلها الفرن بقى تاخد لون بالشكل ده كده. أعتقد إن الصورة على الشاشة قدام حضراتكم مش محتاج إن أنا أتكلم عليها. أهو ممكن تحطوا شوية وايت صوص اللي هو البشاميل الخفيف، اختياري، بس ده ما يمنعش طبعا إن أنا أحط شوية زعتر حلوين. دايما انا بحب الزعتر على وش الجبنه الموزاريلا. في نوات ندخلها الفرن مخرجنا الجميل، زي ما انت عايز. المفروض الجبنه تسيح هنا، زي الفل اهو بالشكل ده كده. نروق المطبخ بتاعنا. حلقتنا النهارده اقدر اقول غير مكلفه، فيها فكر طهوي بيرضي الجميع، النباتيين اللي مش بيحبوا اللحمه
او الفراخ برجر. انا عملت لهم الطعميه النهارده برجر بفكر بسيط وسهل، عملت لهم كمان بطاطس لطيفه وجميله مشويه مش شربانه زيت، عدل البرجر بتاعنا، ممكن تحمري شويه فلفل معاها مفيش مشكله، تعملي السندوتشات في العيش الشامي برضو مفيش مشكله. ولكن هدفي في البرنامج بتاعنا اكله امي ان انا بوصل معلومه لكل ام ولكل ست بيت ولكل عروسه ولكل مبتدئه في المطبخ ان هي باقل تكلفه ممكنه بحبك للمطبخ برساله قويه جدا من المطبخ تقدري تعملي حاجات لطيفه وسهله وبسيطه. خلونا نطلع البتنجان من الفرن اذا وقتنا يسمح، ولكن عايز اقول لحضراتكم بتكاليف قليله بسيطه سهله، رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.